وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ ناصر حسين الكاتب الصحفي. أستاذ ناصر، مرحبا بك. أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين. أهلا بك. كيف تتابع استعدادات مصر للانتخابات الرئاسية في الداخل التي من المفترض أن تنطلق يوم الأحد القادم؟ بالطبع احنا سبقنا إليها طبعا إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم، وكان مظهر حضاري جدا، ورفعت العلامة المصرية في كل الإشارات المصرية في جميع أنحاء العالم، ولن يكون الداخل أقل من هذا المشهد الحضاري بالذهاب إلى صندوق الانتخابات، لأن الإدلاء بالرأي في مثل هذه الانتخابات هو نوع من التحضر والإثبات الوجود بالرأي، بالإضافة لأن هذا عرس ديمقراطي يجب أن يشارك فيه معظم طوائف الشعب المصري. لا يكون التأييد مجرد الكلام أو بالمشاهدة فقط على شاشات، لذلك ندعو المواطن إلى النزول. وبالفعل بدأت بعض المتطوعين وبعض الأحزاب بالأمس في مساعدة المواطنين على التعريف بأماكن التصويت ولجان الانتخابية وأين تقع. هذا هو عرس ديمقراطي ننتظر جميعا أن نشارك فيه وأن يكون لنا رأي، ليس مجرد بالكلام ولكن خلال الإدلاء لصندوق الانتخابات. وطبعا المواطن له تطلعات في المرحلة القادمة بأن يكون هناك قضاء على التضخم، توفر لسعر الدولار، تشجيع الاستثمار الأجنبي نحو حياة أفضل، مزيد من الإنشاءات والمدن الجديدة والعقارات. بالتأكيد هناك تحديات تواجه الدولة المصرية، المواطن يتطلع إليها من الإدارة القادمة أن تواجه هذه سأتطرق إلى أهم التحديات أستاذ ناصر، ولكن دعنا نتعمق أكثر في أهمية المشاركة المجتمعية والشعبية في هذه الانتخابات. هي أيضا كما ذكرت تعطي صورة ديمقراطية يعني مشرفة لمصر أمام العالم، ولكن أريد الحديث عن دور المواطن في تحديد مصيره ومصير مصر في السنوات القادمة من خلال ما يستطيع تقديمه، وهو أقل ما يمكن هي المشاركة في اختيار من سيقود مصر في الفترة المقبلة. ماذا عن هذه الأهمية ودور المواطن في تحقيق مصيره؟ بالطبع اتفق معك تماما. كان في الماضي بيطلب من المواطن ان يكون لديه بطاقه انتخابيه، كان هذا احد المعوقات ان اذهب واجهز بطاقه انتخابيه في الاساس، لكن الان مع التقدم مع التكنولوجيا اصبح هناك قاعده بيانات مهمه جدا تستند الى بطاقه الرقم القومي، وبالتالي لم هناك سهوله في الادلاء بالصوت. ايضا ارتفاع مستوى العلم والثقافه في الشعب المصري دعا الى ان يكون هناك اشتراك بالفعل في العمليه الانتخابيه والديمقراطيه، وقد شهدنا تجارب سابقه من الاستفتاءات والثورات، فكان هناك يعني تراث خلف لدى المواطن انه لابد ان يشارك. ايضا الاعلام المصري قام بدور مهم جدا في التعريف بالعمليه الانتخابيه والدعوه المواطنين اليها، الى جانب منظمات المجتمع المدني والتي كان لها دور ايضا، لكن لا زلنا ندعو المواطنين الى ان يشارك في هذا العرس الديمقراطي، وان يكون هذا نوع من التحضر، وأن يكون مشاركا في القرار بدلا من توجيه النقد وبدون المشاركة. لكن أنا أتوقع أن يكون هناك مشاركة كبيرة، خاصة أن الشعب المصري لديه دراية بالعملية السياسية والعملية الديمقراطية التي تجري على أرض مصر. كيف تابعت مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات التي تمت الأسبوع الماضي في قرابة 121 دولة خارج مصر، وكيف ينعكس هذه المشاركة على المشاركة في الداخل؟ بالتأكيد كان مظهر حضاري جدا مشرف لنا جميعا، شاهدنا على شاشات التلفزيون وفي الصحف كيف أن المصريين بالخارج كانوا حريصين جدا على المشاركة مع رفع الأعلام المصرية وحضور مهم جدا على مستوى السفارات المصرية والقنصليات وأماكن الانتخابات التي كانت موجودة في بعض القيام وهكذا، لكن المظهر نفسه كان مشرف على المستوى العالمي، ومعظم الصحف العالمية وكالات الأنباء تناولت هذا المظهر. اعتقد ان هو يعني سباق بان يكون هناك تصويت في الخارج بيدعو الداخل الى ان يكون ليس اقل من الخارج، وكانت الصوره مشرفه جدا بالفعل. كنا فخورين جدا واحنا نتابع في سفارات السعوديه وفي واشنطن وفي عده سفارات من العالم، تواجد مهم جدا للمصريين بالخارج وحرص اكثر على المشاركه في العمليه الديمقراطيه. اذا كان هناك من يؤيد مرشح معين فيجب ان يتحرك ويدمج بصوته، وهذا مظهر حضاري جدا.
بعودة إلى التحديات التي تواجه القيادة المصرية في المرحلة القادمة، مصر تواجه منذ سنوات وما زالت تحديات اقتصادية كبيرة، ليست فقط داخلية وإنما تحديات خارجية نظرا للظروف التي يمر بها العالم بشكل عام، وكلنا نعرف هذه الظروف، ولكن ما هي أهم التحديات الاقتصادية والأمنية وغيرها من التحديات التي ستواجه القيادة المصرية في المرحلة القادمة؟ بالتأكيد هو أهم عنصر في التحديات التي تواجه الدولة المصرية والشعب المصري عموما هو التحدي الاقتصادي، لكن ظهر مؤخرا طبعا مصطلح الأمن القومي كنا فقط نسمع عنه، ولكن مع وجود أزمة في غزة والحرب على الأشقاء، مع أيضا بعض التهديدات كانت في مياه النيل وسد النهضة وكذا، أظهر هذا معنى الأمن القومي الخارجي المصري، إلى جانب طبعا الوضع الاقتصادي. احنا جزء من العالم، تأثرنا بالفعل من أزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، لكن بعض السياسات الاقتصادية أيضا كان لها تأثير مثل تعويم الجنيه. فأنا المواطن المصري بصراحة بيتطلع إلى أن يكون هناك في المرحلة القادمة قضاء على التضخم، توفر للعملة الأجنبية. بالأمس أيضا شاهدت معظم المستثمرين ورجال الأعمال بعثوا برسالات طمأنة ودعوة للشعب المصري أن يشارك في العملية الانتخابية، وكانت مطالبهم بالفعل أن يكون هناك سماح أكثر للاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي، وأن يكون هناك تسهيلات في موضوع الضرائب والاستثمار الأجنبي. بالتأكيد هذه هي التحديات الأهم الآن بالنسبة للمواطن، ومواجهة التضخم شيء مهم جدا، أن وبدأت بالفعل يعني بعض السياسات التي ستؤدي في المستقبل إلى تراجع هذا التضخم، نتمنى أن تستمر أكثر فأكثر حتى يطمئن المواطن على أن الأسعار غير مرتفعة، وأن يكون هناك طبعا جذب الاستثمارات الأجنبية مع تحولات المصريين في الخارج مع زيادة التصدير، كل هذا سوف يقضي على موضوع شح الدولار أو التضخم. أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الأستاذ ناصر حسين الكاتب الصحفي، أشكرك على هذه المداخلة.